المعهد العالي كانت لي علاقة مع الدكتور، اللهم اغفر له وارحمه وادخل عليه سلام منا ورحمة وبركات منك يا رب العالمين، الدكتور شيخنا محمد منصف القماطي. هو الذي عرض عليك؟ عرض علي الموضوع، في الحقيقة قبلت، درست السنة أولى وسنة ثانية، وكانوا على حسن أدب وثقافة، وكانوا أيضا يحفظون النص، النص يحفظ سواء كان في سنة أولى أو في سنة ثانية. والحقيقة ولا أخفي سرا أنني تريحت كثيرا، مع استراحت كثيرا مع الطلبة ورغبتهم في التحصيل وأدبهم وجودة قراءتهم يعني، ولذلك يعني استمريت معهم إلى الآن. المناهج التي تدرس هنا مناهج راقية، مناهج راقية في الفقه، في الأصول، في الحديث. فكرة المعهد في رأيك يعني. وهي هذا فخر لليبيا وفخر لنا ككل يعني. شهادة لله أنه فخر، وأننا نفتخر بالطلبة الخريجين وبالمعهد والفكرة والغرض منها. هو يعني امتحان القبول وكذلك النظام اللي صار فيه. أنا يعني أعتقد يعني، ولست جازما لأني لم أعمل استقراء على المناهج الموجودة في الوطن العربي والوطن الإسلامي، ولكن إن لم يكن أفضلها فهو لا يقل عنها.